السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجع أقول من أول تاني، التعريف هو الشراكة هي بناء، هي بناء مجتمعي داخله في تقاطعات أفقية ورأسية ومحورية وقاعدية وقيمية، ولها أبعاد وآفاق ومسارات ومحيطات مجتمعية هشرحها أنا بعد كده. ودي وقوائم الشراكة عندنا هي الإيمان والرؤية والتنازل عن جزء من شخصية الاعتبارية، وهي استراتيجية لعمل مؤسسة وتوضع عليها خريطة الطريق، وهي عمل وليس نظر، يعني نظرية يعني، ولا أهداف ولا استدامة ولا أثر ولا رسالة. ده في التعريف الأولي اللي احنا هنشرحه بعد كده. الشريحة اللي بعد كده يا فاطمة، ليه أنا قلت فرض عين وقاعدة شرعية؟ معنى فرض عين عندنا في الإسلام هو واجب على كل مسلم. واضحين يا شباب؟ معنى كلمة فرض عين عندنا في الإسلام هي واجبة على كل مسلم، أما في المجتمع فهي واجبة على كل مجتمع لابد أن يقيم أركان الشراكة داخل المجتمع، وفي التنظيمات والجمعيات فهي واجبة على كل جمعية ومؤسسة، ومن الناحية الإنسانية فهي واجبة على كل إنسان. يعني فرض عين في الإسلام وفي المجتمع وفي الجمعيات وفي الإنسانية كذلك، لما هنتكلم مع بعض في هذه الشراكة ومعناها. واضح ان الشريحة اللي بعدها يا فاطمة قاعدة شرعية. احنا شخصيا بنتكلم عن الشرع له قاعدتين، القاعدة الأساسية في الشرع للقاعدة الفقهية الدينية التي يشرعها الشارع اللي هو الله سبحانه وتعالى، ثم من بعد ذلك العلماء الشريعة والدين بيجتهدوا في تفسير هذه الشريعة الربانية بشرائع أخرى. ده النوع الأول من الشرائع اللي احنا بنتكلم عنها. أما النوع الثاني اللي هو أن احنا متخصصين فيها، فهي شريعة فقهية تخصصية بتشرعها المجتمعات. يعني احنا الآن في حالتنا نجد المتخصصين في تخصصات مختلفة، متخصصات مجتمعية واضحة المعالم ومعلومة الأركان. يعني مثلا الأمثلة على اللي هو الشريعة المجتمعية زي المسائل الطبية، الرياضية، الرياضيات، الكيميائية، كل دي عايزة ناس متخصصين فيها يشرعوا لهذه التخصصات، سواء كان في الزراعة ومياه الأنهار والأمطار والري والشرب. فبذلك لما احنا قلنا قاعدة شرعية مجتمعية مبنية على تخصصات أبناء المجتمع في التخصصات المختلفة، في كل تخصص من التخصصات، فاحنا قلنا انها لها انها فرض عين وقاعدة شرعية، والشرعية هنا هو من ناحية تخصص، تخصص المتخصصين من أبناء المجتمع معنا. الشريحة اللي بعدها يا فاطمة، لماذا احنا بنتكلم حاليا عن انها قاعدة شرعية وفرض عين؟ لانها بتواجهنا في دولنا وفي مؤسساتنا مشاكل كثيرة جدا جدا جدا. الأولى كثرة الأزمات الحادة والمتغيرة التي تواجه المجتمعات، كثرة أعداد المشردين والنازحين واللاجئين من أبناء المجتمعات، كثرة الصراعات المسلحة والجماعات الجماعات الإرهابية المدمرة للمجتمعات، قلة الموارد المادية والبشرية المدربة على التعامل مع كل هذه الجوائح المجتمعية، في جوائح مجتمعية في جوائح طبية، قلة أعداد الجمعيات الواعية والقادرة على التصدي لمثل هذه الكوارث المختلفة، فساد العديد من الأنظمة الحكومية التي تهدر أموال دول وشعوب غنية وتحولها لدول وشعوب متسولة. لهذه الأسباب إحنا بنجعل الشراكة فرض عين وقاعدة شرعية. النقطة اللي هشرحها بعد كده يا فاطمة، الحرب على الإرهاب في ظل الإسلاموفوبيا وتأثير الحرب على الإرهاب والإسلاموفوبيا على عمل المؤسسات خاصة العربية والإسلامية، عدم الاستثمار الواعي والمنتج داخل هذه المجتمعات، حتى أصبح الاستثمار الأمني والعسكري هو الأول أو الأوحد في الكثير من هذه الدول. لما تسعى تكالب الدول المتقدمة وحركتها عبر وشركاتها مش حركتها وشركاتها عبر القارات على تقسيم الدول النامية وسرقة مواردها الطبيعية. والأخير هو التأثيرات السلبية للنظام العالمي الجديد. لكل هذه النقاط احنا بنقول ان الشراكة اصبحت فرض عين واصبحت قاعدة شرعية مجتمعية. واضح يا شباب؟ ان شاء الله. النقطة اللي بعدها يا فاطمة في التعريف، ارجع لشراكتنا مرة اخرى علشان اشرحها بقى، وهتكون دي في صورة معقدة يمكن انا نزلتها عندكم على الصفحة. هي بناء الشراكة بناء
الشراكة بناء، الشراكة بناء أفقي، بناء مجتمعي طبعا، أفقي ورأسي ومحوري وتقاطعي وقاعدي وقممي وذات أبعاد وآفاق ومحيطات مجتمعية ومسارات. أوعى نفتكر إن الشراكة دي مجرد جلسة مع بعض الناس أو بعض الجماعات، لا، إحنا بنبني بناء مجتمعي من داخل الشراكات. نحن نبني بناءات مجتمعية من داخل بناء الشراكات وداخل تحقيق الشراكات في المجتمع. وهجيب لكم الصفحة اللي هو الرسمة معقدة شوية، لكن إخواننا اللي هم المهندسين وأصحاب العلوم التكنولوجية قد يفهموا أكتر مني. لما ننظر للرسمة دي، هذا قوة المركز يعكس انطلاق المجتمع. كلما قوي مركز هذه الشراكة ببناء الشراكات، كلما انطلق المجتمع انطلاقة قوية في آفاق المجتمع وفي مظلات المجتمع في الأعمال اللي بيقوم بها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كلما تماسك البناء المجتمعي الداخلي من خلال، شايفين الخطوط المستقيمة اللي هي السوداء دي اللي هي رأسية وأفقية وقاعدية وقمامية ومحورية إلى آخره، هذه بتجعل التماسكات المجتمعية من خلال الدوائر السوداء. الدوائر السوداء يا شباب، الدوائر السوداء يا شباب هي الشراكات المجتمعية التي تتحكم في إدارة محاور المجتمع نفسه، اللي هي المدارات، اللي هي الدوائر الزرقاء اللي في الداخل. يعني كلما ازدادت، كلما تماسك البناء المجتمعي من خلال بناء الشراكات اللي هي الكرات السوداء، كلما أعطى قدرة على تمدد المدارات والآفاق المجتمعية اللي هي الخطوط الحمراء اللي في خارج الرسمة على اليمين والشمال، والمدارات اللي هي المدارات الدائرية دي. يعني تماسك البناء المجتمعي هيعطي قدرة على تمدد المدارات والآفاق المجتمعية في العمل والإبداع. المبدأ الثالث هو، كلما ازدادت سرعة عجلة المسارات المجتمعية اللي هي في الداخل دي، شايفينها الدوائر الداخلية دي كلها، كلما تمددت الآفاق والأبعاد المجتمعية التي تصل إلى العالمية. يعني إحنا بنتكلم بنقول سبيننج، اللي هو سبيننج تدوير العجلات الداخلية اللي بنتكلم فيها. هذا هو الشكل المعقد للبناء المجتمعي داخل الشراكات. هذا هو الشكل المعقد للبناء المجتمعي داخل، لا توجد صورة، أنا مش شايف يعني. صورتك كم موجودة دكتور هاني؟ كمل. صورتي أنا مش موجودة. لا موجودة. طيب أنت بتتكلم على الصورة بتاعت الشريحة ولا صورة تانية؟ هي صورتين موجودة. طيب خلاص، بس في حد بعت لي كده. يبقى نرجع مرة أخرى بس عشان إيه، أكمل الحديث في النقطة دي، اللي أعوذ بالله مش أنا عايز أفهم معنى شراكة إيه. الشراكة هي بناء، كما ترون في هذه الصورة. إذا تماسكت كل أطراف المجتمع من خلال التمددات والمحاور الرأسية والأفقية والمحورية، هنبتدي نجعل الشراكات تتحكم في إدارة هذه العجلة لكي تتمدد آفاقنا ومداراتنا في بناء المجتمع وانطلاق المجتمع للعالمية. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ أكمل اللي بعدها، أكمل يا لانا اللي بعدها. نعم دكتور، تفضل كمل. أنا شباب أؤمن أن الشراكة هي لبناء الوعي، أو تأتي نتيجة لبناء الوعي، وهي نفسها ترفع الوعي. ورفع الوعي عندنا في المجتمعات هو أصبح فرض عين أيضا. لماذا؟ لأن الجهالة التي جهلناها والجهالة التي غيبنا من خلالها أصبحت عبء كبير على المجتمع، وتجعل المجتمع غير قادر على الحفاظ على مقدراته سواء كانت بشرية أو موارد طبيعية، وتسرق مقدرات المجتمع لعدم وجود وعي ولكن تجهيل المجتمعات. فلذلك يصبح الوعي بالنسبة لنا، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية يا أخت لنا، الوعي مش مجرد ورشة عمل، الوعي أيضا منظومة دائمة دائمة دائمة. ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء ليرفعوا الوعي المجتمعي لكل شعب دخلوا لكي يهدونه إلى الطريق القويم. فلذلك الوعي هنا، أنا الشراكة عندي لابد أن ترفع الوعي، ولابد أن الوعي هو اللي بيؤدي إلى بناء الشراكات.
اللي بعد كده يا فاطمة، كيف نحقق الشراكة؟ وصيغة القيم والمبادئ بتاعتنا. أنا قلت قبل كده هو إن تحقيق الشراكة من خلال الإيمان، أنا أؤمن إن أنا عايز أعمل شراكة ولا لأ، دي نمرة واحد. الشراكة مش من إن أنا أجيب فلوس من زميلي، هل أنا عندي رؤية بمدلولات الشراكة التي أريد أن أحققها ولا لأ؟ هل أنا مستعد أن أتنازل عن جزء من شخصيتي الاعتبارية حينما أبني الشراكة مع الآخرين ولا لأ؟ بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا أكون شريك، أن أنا أتنازل عن وجود شعار مؤسستي أو وجود كلمة تقول أن أنا الأول وأنا الأوحد ولا لا. لابد يكون في تنازل عن جزء من الشخصية الاعتبارية للمؤسسة من أن تصبح داخل الشراكة أحد التروس الشراكة، ولا تصبح هي الترس الأوحد في الشراكة. الشراكة أيضا استراتيجية، يعني عند مدراء المؤسسة وعند أمناء المؤسسة وعند رؤساء المؤسسة لابد يكون عندهم رؤية استراتيجية لماذا ستحقق الشراكة لهم. وإلا احنا بنتكلم عن الشراكة ان انا عايز اروح اجيب قرشين او فلوس من المؤسسة دي او من الدولة دي، ده مرفوض. الشراكة علشان نبنيها لها خريطة طريق. انا بتكلم مرة من المرات، انا علشان نعمل شراكة مع جمعية زرتهم 5 سنين وبدوا يعملوا شراكات معنا. الشراكة عمل وليس تنظير وليس قول وليس تنظير، احنا بنتكلم تنظير ايه، وليس مجرد جلسات بنقعد ندردش فيها، لا هي عمل دائم ودؤوب. الشراكة هدف من خلال عمل منظومتنا داخل أطر المجتمعات التي نعمل فيها، ونريد من هذا العمل أن نرفع الوعي المجتمعي وأن نساعد كل مواطن داخل مجتمعنا. الشراكة لابد يكون لها طرق نجعلها مستدامة. كيف تستديم الشراكة لمدة سنة أو 5 سنين أو 10 سنين أو 50 سنة؟ ونضع هذا موجود في الدول الغربية في أوروبا، وخاصة في حاجات زي الاتحاد الأوروبي إلى آخره إلى آخره، اللي هو أسس على قاعدة واحدة اللي هي الاقتصادية. عندنا أيضا في بريطانيا مؤسسات كبيرة بقى لها 60 و70 سنة، هي مؤسسات بتنسق وتبني شراكات بالمؤسسات الأخرى، لأنهم وضحوا بالنسبة لهم أن الاستدامة عملية الشراكة أهم من السبق المؤسسي من مؤسسة على الأخريات. لذلك المشاركة عملها مكان السبق، يتنازل وإيمان ورؤية واستراتيجية وخريطة طريق وعمل دائم ودؤوب وهدف لابد أن نحققه، ولابد أن يكون الاشتراك بتاعتنا لها أثر نقيسه. يعني إحنا في المجتمعات ننفذ المشروع ولا نجعل دراسة لقياس الأثر، وده يعتبر بالنسبة لي شيء غلط غلط غلط. لابد ميزانية قياس الأثر تكون داخل ميزانية تنفيذ المشروع. لابد يكون في تنفيذ المشروع ميزانية إدارية وميزانية ميدانية وميزانية لقياس الأثر. لماذا؟ لأن أنا حصرف $1,000,000 في مكان ما، بعد سنة أو سنتين لابد أن أرى أثر هذا $1,000,000 على المجتمع، سواء كان إيجابي أو سلبي. يبقى الأثر. والشراكة أيضا رسالة أنا بؤمن بها، رسالة أنا بعيش وبغني بها، بحولها إلى ثقافات، بحولها إلى أدبيات، بحولها الأشياء دي كلها. يبقى أرجع مرة أخرى أقول ما هذه القواعد اللي بتكلم عنها، إيمان ورؤية وتناظر واستراتيجية وخريطة الطريق وعمل وهدف واستدامة وأثر ورسالة. الشجرة أنا حطها كلها دلوقتي طبعا، لأن يعني لو إحنا بنتكلم على العراق، أنتوا عندكم مش عارف 50 مليون أو 60 مليون نخلة، ربنا يجعلهم 200 مليون إن شاء الله، يعني آمين، قولوا آمين معايا. لأن النخلة هي جدار الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أكرمك عماتكم النخلة، فيها كل شيء فيها جيد، فأنا بحب النخلة أصلا. إيه هي القيم بتاعتنا؟ الثقة والاحترام والارتباط والتمكين. لابد أن أكون أثق في الشريك والشريك يثق فيه. من غير ثقة الشراكة مش جمع مال، الشراكة ليست جمع مال ولا صورة ولا محاضرة. ثقة، أنا أثق فيك وأنت تثق فيا، دي نمرة واحد. الشراكة هي احترام. إن كنت أنا شريك ضعيف أو شريك صغير، فلابد أن أحترم بقيمة
ما أقدمه للمجتمع من أعمال وليس بقيمة ما عندي من أموال. فالاحترام يكون متبادل. الاحترام يكون متبادل إن شاء الله. الارتباط، الشراكة تكون إحنا إن إحنا وشركائنا مرتبطين ببعضنا في الميدان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا شريك ضعيف وأنت شريك قوي، فالشريك القوي يجني مع الشريك الضعيف في الميدان ويعلمه ويوجهه ويبني قدراته. يبقى عشان كده بنسميه إيه؟ ارتباط. والشراكة تمكين، في نهاية الشراكة لابد أن نمكن المجتمع من خلال تمكين مؤسسات المجتمع المدني القائمة في داخل المجتمع. يبقى الشراكة عشان نسميها يعني شركة إيه؟ نسميها تري أو شجرة، شجرة الثقة، شجرة مزروعة بالثقة والاحترام والارتباط والتمكين، لأن نسميها تري trust و respect و engagement و empowerment. فدي الشراكة. الشراكة بالنسبة لي دي قواعدها أو إيه؟ قوائمها الاحترام والثقة والارتباط والتمكين، لأن آخر الشراكة إن أنا أترك مجتمع قوي. أنا مش حاجي في العراق ولا هروح في سوريا ولا هروح في اليمن ولا هروح في أي مكان في أفريقيا في تشاد ولا في النيجر ولا في أي مكان في العالم وأقعد هناك 50-60 سنة والمجتمع جنبي يعني مازال بيتسول، مازال يعتمد عليا 100%. غلط، دي مش شراكة. ده يعني بسمينا ده الاستعمار الإنساني أو الاستخراب الإنساني. بمعنى أنا مش هسميه استعمار، الاستعمار كان استعمار جاي من العمار. الاستخراب الإنساني معناه أننا آتي لكي أنفق ما عندي عليك دون أن أمكنك ودون أن أبني قدراتك ودون أن أبني مجتمعك من الداخل. ده استخراب إنساني، لأن في مؤسسات كثيرة جدا جدا في العالم بقى 40-50 سنة في دول معينة وما زالت الدول في محلك سر أو المؤسسات في محلك سر في مثل هذه الدول. فده شكل الشراكة من ناحية الإيمان والرؤية والتنازل والاستراتيجية والخريطة الطريق والعمل والهدف والاستدامة والأثر إلى آخره والرسالة، وهي مبنية على الثقة والاحترام والارتباط والتمكين. واضح يا شباب؟ ننتقل إلى الشريحة الأخرى اللي بعدها. أحسن دكتور، توضيح واضح جدا. كيف نحقق الشراكة وصيغة الشراكة مع المؤسسات الدولية؟ علينا في البداية أن نؤكد على أن هذه الشراكة متكافئة وعادلة لجميع أطرافها. متكافئة وعادلة لجميع أطرافها، يعني أنا أقول لكم حاجة يا شباب، أنا جمعية صغيرة في الموصل أو أنا جمعية صغيرة في أنجمينة في تشاد أو أنا جمعية صغيرة في بتقول يا ربي في سوريا في إدلب في دير الزور في كذا أو أنا جمعية صغيرة في اليمن إلى في تعز في صنعاء إلى آخره. أيوة، وأنت جمعية كبيرة دولية، أنا ليا دور يكافئ الدور بتاعك لأن أنا صاحب المعلومة الميدانية في المجتمع اللي مش عندك، والمعلومة التي لدي هي أكثر بكثير قيمة من المال الذي تعطيني إياه. هنا تكون المعادلة اللي احنا عايزين نحطها. علينا في البداية أن نؤكد أن هذه الشراكة يجب أن تكون متكافئة وعادلة لجميع أطرافها وليست متحكمة في الطرف الضعيف، لأن ما فيش هنا طرف ضعيف. الطرف الميداني داخل القرى والنجوع والبلاد الفقيرة هو طرف قوي، قوي بالمعلومة وقوي بالخبرة وقوي بالرؤية أيضا، لأن إيه؟ الحاجة أم الاختراع وهم أصحاب الحاجة فهم أصحاب الاختراع. والصيغة المتبعة لنا بروج لها من زمان هي كلمة بالإنجليزي اسمها fat case formula، يعني مش عارف بقى بالعربي يا فاطمة محطاش أنت اللي هنسميها قبلة دهنية. خلاص انسوا بس الكلمة دي، الشريحة اللي بعد كده يا فاطمة اللي ما بين المؤسسات الدولية والمؤسسات غير الدولية. كلمة فات زي ما انتم شايفين هنا ده دور المؤسسات غير الحكومية اللي هي الدولية 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 الدولية. تعمل ايه بقى المؤسسات الغير حكومية اللي هي المحلية اللي مثلا في الموصل ولا في البصرة ولا في اي مكان ده ولا في اي قرية من القرى؟ تعمل التلات حاجات دول اللي هي الفات الـ FAT اللي هي تجلب المال، توفير الدعم المالي، تدافع وتحض وتؤيد مبدأ المناصرة للمجتمعات التي تعمل فيها، ودورها أيضا أنها صاحبة خبرة أنها تدرب مثل المجتمعات. فدي بنسميها فات، دي بنسميها فات
ده دور مين؟ ده دور المؤسسات الدولية الغير حكومية التي تأتي لأي دولة فقيرة تحاول أن تبني شراكة مع إيه؟ مع الجمعيات الصغيرة. الشريحة اللي بعدها فاطمة، لا خلي الآتي اللي بعدها لأن دي دخلت دي هتبقى بعد كده. أيوة، ده دور المؤسسات اللي هي إيه؟ المحلية اللي زينا عندنا هنا مثلا إيه، في إدلب ودير الزور والحسكة وأنجمينة إلى آخره. أنا بقى دور إيه كمؤسسة؟ هو بيديني الفات، أنا بديله الكيس. الكيس اللي هو إيه؟ الكي اللي هي knowledge base اللي هي القاعدة المعرفية، لأن أنا اللي عندي المعلومة. أنا في الحسكة عندي المعلومة، وأنا في دير الزور عندي المعلومة، وأنا في الموصل عندي المعلومة. أنت ما عندكش معلومة، أنت عندك فلوس. نمرة اثنين innovation هو الإبداع، أنا صاحب الإبداع. لماذا؟ لأن حاجة أم الاختراع. أنا هذا الرجل ولا هذه المرأة ولا هذا الشاب في أي دولة من دول العالم صاحب الإبداع. نمرة اثنين، أنا عندي الطرق والوسائل التي تجعل الشراكة مستدامة، لأن أنا أيضا عارف تكلفة الحقيقية الميدانية لأي مشروع نقوم به، وفي نفس الوقت أنا عندي سحب الحل. يعني أنا بقى كجمعية وطنية صغيرة عندها الأربعة عوامل من الشراكة دول، اللي هي KISS اللي هي القاعدة المعرفية والإبداع والاستدامة والحلول. أما أنتم، نحن نحترمكم كمؤسسات دولية كبيرة، عندكم الفات اللي هو الفاندريزنج، التمويل والتدريب والمناصرة والحظ. فشراكتنا يا شباب متكافئة، شراكتنا يا شباب حذاري، والله إنها إهانة أن نجعل من اليتيم والأرملة والمسكين يهانون بشراكة فوقية دونية علوية تحتية أبدا، حتى ولو كان المشركاء بتوعنا مسلمين وعرب إلى آخره، لأن احنا مش فاهمين مبدأ الشراكة، إننا كفقير لي دور كبير في إنجاح هذه الشراكة. خلاص، ده العلاقة ما بين المؤسسات الدولية. ممكن يا فاطمة ترجع دي تطلعي الكيس بعد الفات وتنزلي دي اللي بعدها. أيوة طلع، أيوة دي طلعي دي فوق، أيوة نزلي دي تحت، خلي دي بعدهم، دي أنواع الشركات. طيب خلاص يا شباب، يبقى ارجع بقى، ارجعيني للشريحتين التانيين دول يا فاطمه تاني عشان اقولهم، اللي هم الفات كيس اللي هم ايوه دي، والثانيه فين اللي هي، لا حطي الشريحه دي بعد الشريحه اللي فوق يا فاطمه، اللي هي الكيس بعد الفات. حطي ال 14 بعد ال 12، خلي 14 13. ايوه، لا اي خلي ايوه كده، ايوه شكرا. هو دي العلاقه، هي دي العلاقة اللي أنا بتكلم عنها. يمكن والله الموضوع اللي احنا اتناقشنا فيه من أكتر من 10 سنوات في أول محاضرة قلتها لميديسن لأطباء بلا حدود في لندن، كان هذه الفورمولا اللي بنتكلم عنها. يعني وعشر سنين في عمر بناء الشركات، لا شيء. خلاص، طب نرجع مرة تانية، أنا في شريحة نسيتها والله أعلم. طب أنواع الشركات نتكلم عنها. ممكن نعمل شراكات مع ناس كتير جدا، مع أول شراكة وأهم شراكة هي الشراكة مع أصحاب الحاجة. ليه؟ لأن أنا بتكلم عن مدى قدراتي لرفع الحاجة والمعاناة على هؤلاء الناس. أنا بتحدث بالنيابة عنهم، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، في نفس المناطق دي الشراكة مع الحكومات المحلية، لا أعمل على الإطلاق بمعزل عن الحكومات المحلية ولو اختلفت معاهم في سياستهم. ما اقدرش. ليه؟ لان انت في ناس في ايدها قرار داخل المجتمعات المحلية، مع رجالات الاعمال، مع المؤسسات الدينية، مع السفارات الاجنبية، مع الاندية الرياضية، مع الجمعيات المثيلة لنا. في جمعيات في نفس الحي وانا بشتغل بطريقة، هم بيشتغلوا بطريقة ما فيش تنسيق ولا تواصل ولا شراكة بينهم بعضها، مع مؤسسات الحكومة المركزية اللي هي في الدولة، مع الوجهاء وأصحاب النفوذ والتأثير المجتمعي، مع المؤسسات الإعلامية والبحثية والفكرية، مع الجامعات المدارس. كل هذه ما هي إلا مجرد أنواع من أنواع الشراكات اللي احنا بنسعى إلى أن نبنيها بيننا وبينهم، لكي نبني هذه الصورة التي تحدثت عنها من قبل وشفتوها أنتم في الرسم اللي أنا إيه رسمته لكم من قبل. أما في الجهات، أما ودي أما كبيرة،
أما كبيرة في المناطق التي فيها صراعات مسلحة فلا شراكة مع جماعة مسلحة ولا شراكة مع جماعة إرهابية، ولكن علينا أن ننسق في كيف نوصل المساعدات للمحتاجين دون أن ونحاول أن 50 مرة دون أن وأن 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 للتوكيد دون أن نتنازل عن استقلاليتنا المؤسسية. فإن شعرنا أننا سيحصل تمييع أو عدم استقلاليتنا في مثل هذا لكن ننسحب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقولها تاني، في المناطق اللي فيها صراعات مسلحة لا توجد فيها شراكة بيننا وبين الجماعات المسلحة أو الجماعات الإرهابية بل وسيلة لكي ننفذ إلى المحتاجين دون أن نفقد استقلاليتنا. فإن حدث يوما ما وشعرنا أننا سنفقد استقلاليتنا فننسحب، ولا من ناحية الفقه المجتمعي أو الشرع المجتمعي اللي بتكلم عنه ده اللي هو لن نوصل هذه الأموال وهي خيرات الفقراء، خلاص لأن خلاص أنا عندي عذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأن نتيجة التعامل وبناء الشركات مع مثل هذه المجموعات المحظورة هي هدم المؤسسة من الداخل وتصنيفها كإرهابية وسجن كل المسؤولين والعاملين فيها. عملية مش عملية شطارة أبدا أبدا أبدا. ولذلك أنا في كتير جدا من الأحيان بقول للشباب اللي ما عندهمش خبرة ما تشتغلوش في المناطق اللي فيها صراعات مسلحة، لأن دي ليها ثقافة مختلفة، ثقافة مختلفة تحكمها الدوائر الأمنية، ثقافة مختلفة تحكمها الدوائر الاستخباراتية، ثقافة مختلفة تحكمها دوائر كتيرة جدا جدا جدا. فمن ليس عنده القدرة على فهم مناخ العمل داخل المناطق التي فيها صراعات مسلحة لا يعمل فيها، بل يعطي أمواله وتعطي أموالها لجمعيات قادرة وراسخة تستطيع التعامل مع مثل هذه التجمعات ومثل هذه المؤسسات الغير إنسانية. طيب لما اللي بعد كده، لا في نقطة في شريحة احنا نسيناها، ارجعي كده يا فاطمة في الأول كده بعد التعريف، يعني في الأول خالص في كلمة اللي هو مدة الشراكة، أنا نسيتها دي ولا إيه؟ المدة في مدة كده موجودة عندك؟ لا في، أنا كنت كاتبين مدة محطهاش ماهر علي، قصدي محطهاش المدة التي نحتاجها لبناء الشراكات، مش موجودة الشريحة دي، لا أنا كنت كاتبها الصبحية. لا ارجعي تاني لفوق كده يا فاطمة، حلول مختلفة، قبل دول كمان فوق كمان. ايوه جزاك الله، ده سنه كده. لا كمان ارجع فوق كمان. ما حطهاش علي كده يا علي، ما حطهاش يا علي. قاعدة شرعية، المدة، التعريف، كمان انزلي انزلي تحت. لا خلاص انا شايف هذه شركتنا. كيف ما حطهاش علي كده يا علي، كده يا علي ما تحطهاش يا علي. طب نبقى نقيم الحد على علي بعد كده بقى. طب انا بس هقول المدة دي عشان هي مش مكتوبة عندنا في الورقة اللي احنا في الشرائح اللي بعتها. المدة قد تمتد إلى سنوات، يعني ما نفتكرش ان احنا لما هنروح ونحاول نعمل شراكة مع جمعية هم هيقبلوا على طول، لا أبدا. يمكن أنا ذكرت المثل ده في 50 كلمة أو أكثر من 50 كلمة، إن أنا زرت مؤسسة 5 سنوات حتى بنينا معهم 3 أو 4 مشاريع في البوسنة دون ذكر أسماء هذه المؤسسة. فالعملية مش عملية أنا هروح للمؤسسة دي فأخد صورة مع رئيس المؤسسة وأمشي بيها وأقول أنا عملت كذا، لا هي مش كده أبدا أبدا أبدا. ليه؟ لأن بناء الثقة والاحترام والسؤال عنكم حينما تأتون لكي نستطيع أن نمحص من هم هؤلاء الناس، ده شيء بياخد في بعض الأحيان سنوات كثيرة. طيب
فما تفتكروش يا شباب ان احنا هنقعد مع بعض النهارده وهنعمل شراكه، لا، يعني حتى في كتابه المشاريع اللي هنعمل فيها. مثلا احنا بدانا في 1998 او 97 98 بالعمل شراكه مع مؤسسه اسمها كافود، اللي هي الكاثوليك ايد فور ايفر سيت ديفلوبمنت، لما المؤسسه الكاثوليكيه بتاعت ال اسمها اللي في روما، ايه اللي هي الفاتيكان في بريطانيا. قعدنا يمكن سنه او سنتين نكتب صيغه التعامل بيننا، واين نعمل واين لا نعمل، وكيف نعمل في المناطق اللي هنعمل فيها، وكيف لا نعمل في مناطق مش هنعمل فيها. فلذلك بنتكلم فيها ازاي، اخذتنا سنتين، لانه بيقول لك العفريت في التفاصيل او الجنيه في التفاصيل، عايز تخش في التفاصيل، ودي بتبقى ليها ناس متخصصين فيها. فلذلك لما نتكلم هذا على ازاي نبني الشراكه، قد تاخذ اللي هي قد تاخذ مننا سنه او اثنين او ثلاثه، فلابد اننا نكون مؤهلين بما عندنا داخل المؤسسه لكي تقتنع بها المؤسسات الاخرى في بناء الشراكات. ايه التحديات بقى اللي هنواجهها ان شاء الله؟ في بعض الصعوبات في الوصول للاستقرار المؤسساتي في ظل الشراكة. أول صعوبة اللي هي الشريحة الثانية اللي بعد كده، أول صعوبة اللي هي صعوبات الأدرية والتنظيمية. كل واحد فينا ينظر لمؤسسته من الداخل، هل عندها رؤية؟ هل عندها استراتيجية؟ هل عندها أهداف؟ وكل هذه إذا لم تكن موجودة بتسبب تشتيت الجهود وعدم التركيز. في بعض المؤسسات تقول لك انا السنه دي نفذت 500 مشروع، باماره ايه يا ابو مشروع؟ 500 مشروع ايه؟ ده انت رحت عملت زي اللي بيرش رشه ميه على الارض فتطلع حشيش اخضر يعني، لكن ما زرعش نخله، ما زرعش شجره مانجا، ما زرعش رز، ما زرعش تفاح، ما كذا. فرشه الميه دي كلها ويقول لك انا عملت 500 مشروع، ايه هو المشروع؟ ايه المشروع؟ يعني ده اللي اتكلم فيه. نمرة اثنين من الصعوبات الإدارية شخصنة العمل، يبقى العمل مرتبط بشخصية رئيس المؤسسة، وده يعتبر مقتل، أقولها كده، مقتل وسبة في شخصية المؤسسة الاعتبارية، وجعله مرتبطا ببعض الفئات أو الشخصيات أو الأحزاب. مقتل آخر نتحدث فيه، لأن الذين يؤطرون العمل الإنساني في العالم هم ناس على غير ملتنا، وناس على غير ثقافتنا، وناس أصبح وضعوا سياسات مختلفة. فإن أردنا أن نغير مثل هذه السياسات، فعلينا أن نضع سياسات أخرى تكون بديلة مثل هذه السياسات. عدم وجود أنظمة إدارية داخل مؤسسة وهيكلية، تلاقي المدير بيعمل شغل الغفير، والغفير بيعمل شغل السكرتير، والسكرتير بيعمل شغل مش عارف إيه، كله ماشي على بعضه كده هلمة، لا، وتلاقي كل الأوراق رايحة للسيد رئيس المؤسسة. طب أنت بتمضي على الشيكات ليه؟ أنا مفروض يكون كل قطاع عندي له ميزانية، ورئيس القطاع هو اللي يسمح بصرف هذه الميزانية دون الرجوع لرئيس المؤسسة، وكل إدارة لها ميزانية، ومسؤول هذه الإدارة له يعني هو اللي يمضي دون الرجوع حتى لرئيس القطاع. إنه خلاص أنت اديتني، أنا قدمت لك ميزانيتي داخل المؤسسة، فخلاص اديني حريتي لكي أنفذ مثل هذا المشروع، ثم بعد كده حاسبني. يعني عدم وجود أنظمة إدارية وهيكلية مؤسسية واضحة تواكب متطلبات العمل والحاجة. العمل بيحتاج أننا نتعامل مع أطفال، لابد يكون لنا سياسة داخل المؤسسة كيف نتعامل مع أطفال. العمل بيكون نتعامل مع النساء، لابد يكون لنا سياسة كيف نتعامل مع النساء، وهكذا، والفئات المستضعفة والمناطق اللي فيها الكوارث وكذا كذا. فكل هذه الأشياء لابد يكون لنا سياسات داخل المؤسسة تواكب متطلبات العمل والحاجة للمؤسسة. في داخل المؤسسة عدم وجود التنسيق وتعاون بين المنظمات الإسلامية والعربية المختلفة، أو حتى بين المنظمات عامة. يعني أنا دلوقتي حتى داخل المؤسسة، خليني بقول أديكم من الحب جانب، حتى داخل المؤسسة في بعض المؤسسات تلاقي القسم الفلاني ما يعرفش القسم الفلاني بيعمل إيه، دي مصيبة سودة. ويبقوا الاثنين قاعدين في نفس الدور، وده قاعد على مكتب وده على مكتب، وده بيعمل مشروع وده مش عارف مشروع بيعمل إيه. يخرج في الشارع يلاقي ايه، الله ده انتوا بتعملوا كذا، يقول انا ما اعرفش. شوف المصيبه، داخل المؤسسه ما فيش تنسيق. ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ مع العلم ان ايضا التنسيق والتواصل والتعاون هم فرض عين على كل جمعيه، لان المال ليس مالنا ولا مال ابونا ولا مال عائلتنا ولا مال حزبنا او مال المجتمع،
هو ما المجتمع، هو المجتمع ما الفقير واليتيم والأرملة والمسكين. عدم وجود آليات تنسيق وتعاون بين المنظمات الإسلامية، منظمات عامة يعني، وخاصة الإسلامية والعربية المختلفة. الحلول المقترحة بقى إيه؟ يجب تطوير قوانين الجمعيات ونظمها. أنتوا بقى كل طوروها، وضع استراتيجيات وخطط وسياسات واضحة يسندها هيكل مؤسسي واضح يسمح بهذا التطوير. إدراك أهمية البحث العلمي والدراسات المشتركة اللي ملوش ميزانية في مؤسستنا. تلاقي كل مؤسستنا مشاريعها فقط على الكوارث، للأسف 80-90% من الدخل بتاعنا على الكوارث فقط. ما فيش ميزانية للبحث العلمي، ما فيش ميزانية للتدريب والتأهيل، ما فيش ميزانية حتى بعض الأحيان المانحين بتوعنا ما بدناش ميزانية علشان المصاريف الإدارية. وضع عليه التعاون والتحالفات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي، إقامة لقاءات والمنتديات والتبادل وتبادل الزيارات. أنا لما أعدي عليك في مؤسستك بتعلم منك، أما تيجي في مؤسستي بتعلم مني، وهكذا تبادل المعلومة اللي هي مش ملكي. يا إخواننا يا شباب يا بنات يا رجالة، المعلومة اللي عندنا مش بتاعتنا، المعلومة اللي عندنا بتاعت المجتمع بتاعت الفقير بتاعت الأرملة. فأنا مش من حقي إن أنا أجيبها عن الآخرين، لابد أن أتكامل مع دول الآخرين بتبادل المعلومة بيني وبينهم. إقامة لقاءات والمنتديات وتبادل الزيارات بين مختلف المؤسسات العاملة في هذا الحقل لتعزيز العلاقة بين المؤسسات العاملة في هذا المجال. النقطة اللي بعد كده يا فاطمة، الصعوبات القانونية والسياسية بتواجهنا. النقطة الكبيرة إن الحرب على الإرهاب نقطة عملوها، وفي داخل النقطة دي يعني عملوا فينا الأفعيل وأفعيل الأفعيل والمفعول به والفاعل إلى آخره. فإيه سياسات الحرب على الإرهاب دي؟ هتلاقي بتقود وتحدد من عمل مؤسسات بلاء، ولكن لابد إننا نتعامل معها لأنها أصبحت رقم حقيقي في المجتمعات. القرارات السياسية سواء كانت داخل بلدنا أو في البلدان اللي احنا بنعمل فيها، لابد دي فيها صعوبات. هتجد ان في بعض البلاد مش هتسمح لك انك تعمل في مكان ما إلا عن طريق ان الحكومة هي اللي تعمل فيها، أو عن طريق ان يكون معاك مندوب، أو عن طريق ان يكون. فكل هذه صعوبات. التحويلات المالية صعوبات أخرى، وإذا احنا بقالنا دلوقتي يمكن 20 سنة بندن في مالطا، بندن في ناس ترش، بنحاول نشرح لناس ما بيشوفوش ما بيسمعوش ما بيفهموش ومش عايزين يشوفوا ويسمعوا ولا يفهموا، ان ده بيؤثر سلبا على العمل الانساني، مش مهم بالنسبه لهم، ما هيش استراتيجيتهم. فلذلك خوفوا البنوك التي التي اصبحت تخوف المتبرع. دلوقتي يا اخواننا تعرفوا ايه يا اخواتنا؟ المتبرع بيخاف يتبرع علشان خايف ان الشركة بتاعته تتقفل، يحسن بعد كم سنة 10 أو 20 سنة البنك او المؤسسة اللي هي الارهابية اللي بتصنف الارهابيين دول تكتب عنه حاجة فيقفلوا شركة. ده حصل كتير جدا، فتلاقي كتير جدا من بعض الدول العربية ركعت لمثل، او بعض رجال الاعمال ركعوا لمثل هذه الاعمال الامنية، القوانين التي يفتفرضها البنوك وتفرضها القرارات السياسية وتفرضها سياسة الحرب على الإرهاب. فلا بد أن في ظل هذه الأشياء نجد مخرجا لنا في التعامل مع هذه المصعوبات اللي احنا بنتكلم عنها. الحلول: خلق الثقة المتبادلة بين القائمين على عمل الخير والحكومات المحلية. لابد لا مفر لنا، والتركيز على مبادئ الشفافية والمحاسبية والمراجعة إلى آخره. بناء المشاركة الفعالة بحضور المنتديات والمؤتمرات الدولية وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية والأممية من اكتساب الخبرات بتاعتهم وتطوير برامج وبناء القدرات. عدم خلط العمل الإنساني بالسياسة، وهذا يعتبر كبيرة. احنا عندنا من الكبائر الخمر والزنا والسرقة والقتل، وتدخل السياسة في العمل الإنساني فهو كبيرة ككبيرة الزنا أو الخمر أو الإيه أو القتل إلى آخره إلى آخره. الصعوبات الاخرى هي الصعوبات الماليه، هي الاعتماد على طرق معينه. يعني انا كنت يعني في القضيه السوريه، لو في اخت تتكلم معنا من تركيا، اغلب المؤسسات السوريه بلا استثناء تعتمد على منحى واحد وثقافه واحد من متبرع واحد من جهه واحده. فلما ضاقت بهذه الجهه السبل سقطت كثير جدا من الجمعيات السوريه اللي احنا عارفينها موجوده. فعدم الاعتماد على طرق معينة
وتقليدية ومحددة من أجل تحصيل الموارد. تنوع مصادر الدخل، تنوع مصادر. يعني هديكم مثلا في العراق، بسم الله ما شاء الله، يعني احنا يعني العراق غنية. اوعى تيجي تقول لي ان العراق فقيرة، ابدا مش هصدقك، مش هصدقك ولو انت وقفت على راسك، وقفت على راسك ابدا. اوعى تقول ان في اي دولة في العالم من الدول الفقيرة دي هي فقيرة. هناك في فساد في الإدارة الذي يهدر مقدرات هذه الدول وهذه الشعوب، لكن ما فيش دولة فقيرة في العالم. تعدد مصادر الدخل اللي هو الاعتماد على طريق، انا بس بقول في الحلول، عدم وجود سياسات ومحاسبيه ومتابعه دقيقه. اما يكون انت ما عندكش سياسه ومش عارف ايدك اليمين بتصرف في الشمال ازاي، بالك عدم وجود الكفاءه، ما بنوظفش الكفاءات عندنا، ما بنوظفش الكفاءات ها التي تستطيع ان ايه يعني تصرف الاموال. فبلا هاتوا ده اصل ده الاخت دي اصلها طيبه والاخ ده اصله طيب، وبعدين مش عارفين يعملوا مشروع، مش عارفين يكتبوا مشروع، مش عارفين يعملوا تقرير المشروع. ده ما ينفعش، ما ينفعش. فالحلول المقترحه البحث عن مصادر استثماريه اخرى والوقف. هنا بقى اقول ايه، الوقف فرض عين، اذا كان باللغه العربيه بتاع صح، الوقف فرض عين على كل مؤسسه من ساعه تاسيسها، من ساعة تأسيس هذه المؤسسة لكي يحصل بها الاستدامة. وكل المؤسسات اللي موجودة هنا في الغرب عندها وقفيات وعندها شركات تجارية ربحية. العمل على حصول زيادة من الدعم الحكومي، الجمعيات التطوعية أو إعفاءات من الضرائب إلى آخره، في خصومات من أسعار إلى آخره إلى آخره. وضع ميزانيات محددة واضحة ووجود قسم محاسبة. يعني كل الوضوح مهم جدا في هذه المشكلة. التفكير في طرق مبتكرة، لن نفكر في طرق مبتكرة إلا إذا أشركنا الشباب. والألف هنا عليه 6 حركات وعشر حركات، لأن الإبداع شباب، المبادرات شباب، التقدم شباب. فلابد أنا ككهل من الكهول أو فحل من الفحول أن أحاط بمجموعة من الشباب تستطيع أن تعطيني الفكرة المجنونة التي من خلالها بحكمتي وحكمة الكبار من أمثالكم أن يحولوا هذه الفكرة المجنونة إلى فكرة عاقلة تستطيع أن تنطلق بالمجتمعات. فحذاري أن لا يكون بين مجالسنا الإدارية، بين مجالسنا الإدارية شباب، ويضاف إليهم النساء أيضا اللي هم مهمشين في مثل هذه الأماكن، ولا نصبح مؤسسات ذكورية عقيمة إلى آخر. النقطة اللي بعدها يا فاطمة، المعوقات البشرية. ما فيش كفاءات بشرية عندنا مدربة ومتخصصة، ها؟ ما فيش قوة المتطوعين، هنتكلم عن المتطوعين بعد كده. عدم إشراك جميع فئات المجتمع. أنا بس لا، أنا هجيب المجموعة بتاعتي بس في الحي بتاعتي، ده كله غلط. وهذا مشاكل عنصر النساء أنا اتكلمت عنه. الحلول إيلاء المزيد من اهتمام ببرامج تشجيع العمل التطوعي، إشراك المرأة. أنا بقول ليه إشراك المرأة؟ ليس تحيزاً للمرأة، لأن المرأة لها ثقافة في العمل الإنساني تختلف عن ثقافة الرجل، وكلا الثقافتين يلتقيان في المنتصف لكي يبنوا بهم المجتمع أو يتبنى بها المجتمعات. فما حس ورفاهية الحس بتاع مشاعر النساء يأتيها اللي هي الغلظة، أنا غليظ، أنا بتكلم عن غلظتنا، والحكمة بتاعة الرجال إلى آخره. وطبعا النساء حكيمات أيضا في نفس الوقت. وضع برامج بناء القدرات والتدريب أيضا نتكلم عنها بعد كده. هو لابد أن نحقق التوازن ما بين التخطيط والتنفيذ. التخطيط بيكون مبني على التفكير، مفيش تخطيط من غير فكر، مفيش حلم سيادة الرئيس نحققه بكرة أبدا أبدا. مفيش واحد متبرع يصحى من النوم يقول لك اعمل لي كذا، أو جاله مغص في بطنه يقول لك أنا الله طب أنا عايز أحل مشكلة كذا. لا، لابد يكون فيه تفكير ودراسة وتخطيط نظري يتحول بعد كده هو إلى تنفيذ وتطبيق وبناء. الاثنين دول يكونوا متوازيتين، حقق التوازن ما بين الاثنين. الشريحة اللي بعد كده يا فاطمة، نظرة نحن المستقبل، وده يعتبر رسالة أنتم مكلفين أو نحن مكلفين بها أو أنتم وضعتوها. نحن لا نصنع تاريخا لتسطره الكتب،
بل نحدد مسارات إنجازات المستقبل. أنتم صانعوا إنجازات المستقبل التي تتبعها الأمم الأخرى. أنتم اسمعوا هذه الكلمة، اسمعوا هذه الكلمة، أنتم صانعوا أو محددوا مسارات الإنجازات المستقبل التي تتبعها الأمم الأخرى كما عملها أسلافنا من قبل. ونحن نصنع تاريخا لتسطره الكتب، بل نحدد مسارات إنجازات، وليس فقط مسارات، مسارات إنجازات المستقبل التي تتبعها الأمم، لأن نكون تبعا أبد الدهر، ولا يوم تبعا وغدا متبوعين. بناء الأمم لا يتم إلا إن تنازلنا عن بعض خصائص شخصيتنا الاعتبارية من أجل بناء أركانها داخل منظومات مسارات الشراكات المجتمعية. لن تبنى أمم على قاعدة الرجل الأوحد أو المرأة الأوحد أو الحزب الأوحد الآخر. دي نظرة نحو المستقبل. آخر شريحة يا فاطمة، ودي مهمة جدا لنا كلنا، مهمة جدا لنا كلنا. الواحد بقى له 25 سنة بيتكلم في هذا الموضوع. لا يمكن لشخص أوحد أو لزعيم خالد أو لحزب ما أو لجماعة ما أن تحقق هذه الرؤية التي تحدثنا عنها من قبل دون بناء شراكات مع الآخرين. نحن في عصر، لسنا في عصر الزعيم الأوحد ولا الشخص الأوحد ولا الزعيم الخالد ولا الحزب الكبير، نحن في عصر بناء الشراكات، في عصر التواصل، في عصر التعاون، في عصر تشتت المجتمعات وتشرذمها. لما أنا أجد أن داخل ما اعرفش كم نازح عندكم مازال في العراق الان، يمكن مثلا مليون او اكثر من مليون، داخل الدوله السوريه فيها 7 مليون او 6 مليون، ازاي انا ما اقيمش مثل هذه الشراكات والتواصل والثانيه اسمها والتنسيق، ويبقى بنعمل نفس المشروع في نفس الحي اربع مؤسسات بتعملوا ليه؟ المال مش مالكم، المال مال النازح واللاجئ والفقير والارمله والمسكين، كل هؤلاء. فلذلك لا يمكن لشخص واحد في ظل كل هذه المشاكل التي نتحدث عنها أن يكون هو الشخص الأوحد أو الزعيم الخالد أو الحزب الأوحد أو الجماعة أو إلى آخره يحققوا ما نريد أن نحققه المجتمعات دون بناء الشراكات مع الآخرين. جزاكم الله خيرا يا أخت لانا وأخت فاطمة، والآن نفتح المجال للأسئلة. أنا آسف أن أنا طولت، لأن أنا كنت منفعل، لأن أنا بحب ال شكرا جزيلا دكتور هاني. حضرات المشاركين حاليا نشرنا على الشات رابط لاستمارة الحضور والتسجيل، رجاء سجلوا بهاي الاستمارة. وأيضا اللي عنده سؤال حاب يطرح على الدكتور هاني ممكن أنه يستخدم خاصية الرايز هاند، رفع اليد بالزوم، أو يكتب سؤاله على الشات. يا الله، معلش كان صوتي عالي شوية يا لانا. لا براحتك. بتقولوا في العراق عندكم تدلل؟ بالضبط تدلل. طيب من جديد للمشتركين الكرام اللي حاب يسأل أي سؤال يتفضل يسأل دكتور هاني أو يكتب على الشات الخاص بالزوم. في واحد اسمه دل DLL. نعم تفضل أستاذ تكلم. كيف
في سؤال أستاذ يقول ما هي معايير المؤسسات التي يمكن لباقي المؤسسات عقد الشراكات معها بكل أمان وطمأنينة؟ أول شيء أنها تكون مؤسسة إنسانية تبحث عنها بكل الوسائل، تتفق قيمها مع قيمك وثقافتها مع ثقافتك. مش كل مؤسسة عندها مال أنا عايز أعمل معاها شراكة عشان أخذ منها المال، قد يكون هذا المال بالنسبة لي شبهة مجتمعية المجتمعي لأنه لا يتفق مع ثقافتي ولا مع قيم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الهيكلية الداخلية المؤسسة، هل هي مؤسسة لها تقارير مالية محترمة؟ هل هي مؤسسة لها تاريخ وأنجازات محترمة؟ هل هي مؤسسة لها رسالة ولا إنجازات محترمة؟ دي أمر ثاني. إحنا بندرس المؤسسة من الداخل إلى الخارج. نمرة ثلاثة، اللي هو الشخصيات التي تدير مثل هذه المؤسسة، هل هي شخصيات ستجلب علي مشاكل؟ قد تكون شخصيات تجارية مستفيدة من المؤسسة، قد تكون شخصيات سياسية، قد تكون شخصيات حزبية، قد تكون شخصيات دينية، يعني لها فكر، يعني لا يتفق مع المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. لذلك لما ننظر لمثل هذه المؤسسة احنا من داخل بنحددها. ننظر ايضا في الاماكن اللي هي بتعمل فيها، هل هي بتعمل في الاماكن دي بحيادية ولا لا؟ قد تكون بتعمل في الاماكن دي من خلال مؤسسات تتعامل فقط مع فقه معين، مع سياسة معينة، مع مجموعة معينة، مع شخصيات معينة، وده برضك هيعرضني للسؤال فيما بعد. فلذلك أنا بعمل بحث كامل وكأن أنا بعمل رسالة وخبرك علشان أقدمها للمسؤولين عندي فيها كل هذه المعايير اللي أنا بحطها، إن أنا ممكن أبحث عنها قبل أتعامل. الأمر الثالث، هل القائمين عليها مصنفين إرهابيا من قبل ولا لا؟ يعني مثلا في دلوقتي حاجة اسمها وورلد تشيك، بيحط أسماء، يعني في 3 مليون اسم ولا 4 مليون اسم موجودين، أنا متأكد إن أغلبهم من المسلمين والعرب، لكن ده المسلمين والعرب بيخشوا على وورلد تشيك يشوفوا أسماءهم موجودة ولا لا. على العموم أبحث عن هؤلاء المسؤولين عن المؤسسة وتوجهاتهم، وهل هم مصنفين على قوائم إرهاب أو قوائم تطرف أو إلى آخره، إلى أو هكذا. كل هذه الأشياء تعتبر مدخل قبل أن أذهب لكي أعمل شراكة مع مؤسسة. يعني إحنا ما حبينا نعمل شراكات مع الأمم المتحدة، برنامج الغذاء العالمي، أو اللي هو اسمه كده يا ربي، مفاوضي العون اللاجئين، أو المرأة، أو إلى آخره، هم بحثوا عننا وشافونا لسنين، وبعدين بعد كده هو قرروا أنهم يعملوا اللي هو الشراكة دي بيننا وبينهم. فلذلك لابد أن نعمل البحث. شكرا دكتور هاني. في عندنا استاذ مكتوب دل رافع ايده، واستاذ معاذ. استاذ حضرتك مكتوب دل بالزوم، حابب تتفضل تسال شيء؟ اوكي استاذ معاذ تتفضل حضرتك. اوكي ايضا ماكو. ست هاله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. طيب اكمل ولا ايه؟ طيب ست هاله ممكن تنتظرين استاذ معاذ لانه كان رافع ايده قبلك. طب لا ما فيش مشكله تفضل. تمام. تفضل استاذ معاذ. السلام عليكم، شلونكم اخوان؟ شلون الصحه؟ الله بخير. عندي سؤال حقيقة على قضية الشراكة. يعني احنا على موضوع الشراكات، بس اكثر شيء يصير الموضوع تنظيري ومو عملي. فاني اطرح قضية الشراكة المصرفية بالعراق، يعني انه تكون هاي المؤسسات تجتمع لتكوين مصرف، لانه احنا بالعراق عندنا البنك المركزي يعني يدعم المصارف الأهلية لتمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة بمليارات، وطبعا هذول المصارف هم مو إسلامية وإسلامية بس بالعنوان، يقرضون بفائدة بينما هي تمويل مشاريع، يعني لازم يشترون سلع ويبيعوها بالأقساط.
احنا نركز على المنظمات الاسلاميه بالعراق او الانسانيه انه تتوحد لتاسيس مصرف اهلي يدعم الناس والشباب والارامل باشياء يبيعونهم اياها بالاقساط. طيب جزاكم الله خير يا اخي فؤاد، ده حلم كبير جدا نتمنى ان يتحقق يا رب. انا ايدي في ايدك واشوف، انا همد لك ايدي في ايدك ان شاء الله. اتمنى ان حتى مش مهم ان كل الجمعيات يخشوا فيها، قد يكون في 5 أو 10 جمعيات مؤمنين بهذا ويحطوا راس مال ويشوفوا كيف يؤسس مثل هذا المصرف اللي هو مسميه المصرف الاجتماعي او المصرف التنموي اللي في داخل البلد، يكون كل الاهداف بتاعته تحددها المؤسسات الشركه. لا تنتظر يا اخي الفاضل اخ معاذ مش كده، ما تنتظرش من كل الجمعيات في العراق هتكون معاك من اول يوم. ابدأ بما عندك ان شاء الله 5 أو 10 جمعيات، وابدأوا برأس مال بسيط واسسوا مثل هذا الامر بمعايير واساليب وسياسات واضحه المعاد. يا رب تمام. يا رب انا معاك فيها 100%. الله يبارك ان شاء الله. شكرا جزيلا. ستارة تفضلي. ايوه بص حاجه يا دكتور، هو الشراكه مع حضرتك هلا الجوهري. بسم الله ما شاء الله من عيله الجوهري يعني. بص حضرتك، هي الشراكه اللي حضرتك بتتكلم عنها، الشراكه مع المانحين اللي هم المانحين اللي بيعملوا معانا الفاند ريزنج، ولا حضرتك تقصد الشراكه مع المؤسسات اللي زينا اللي بتعمل معنا في نفس المجال؟ لو حضرتك تقصد اتفضل حضرتك. لا اتفضل حضرتك كملي السؤال. فلو حضرتك تقصد الشراكه مع المانحين، دي طبعا دي فعلا دي يعني ربنا يبارك في حضرتك، طبعا هي يعني حاجه مهمه جدا، والمعايير اللي حضرتك قلت لها دي حاجه ممتازه جدا. بالنسبه للشراكه بقى مع الجمعيات اللي بتعمل في نفس مجالنا او المؤسسات اللي بتعمل في نفس المجال اللي احنا بنعمل فيه، عندنا في مصر مشكله، انا ما اعرفش دي موجوده في الدول الثانيه ولا لا، ان احنا طول ما احنا المصالح بتاعتنا ماشيه كويس مع مصالح الجمعيات اللي احنا هنعمل معاها شراكه، ده كويس جدا. لكن لو هي جمعيات منافسه لينا، غالبا الشراكه دي ما بتبقاش ماشيه كويس، يعني لان احنا بنعتبرهم منافسين، وبنبقى طبعا لان هم بيبقوا واخدين جزء من العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم، فاحنا بننظر ليهم ان هم منافسين لينا مش مكملين لينا. فثقافه ان احنا نغير الثقافه من ان احنا ننظر ليهم ان هم منافسين، ان هم لا ان هم مكملين لينا، الثقافه دي يعني عايزه وقت كبير عشان نوصل لها، وعايزه يعني المجتمع كله يتغير ويبقى عنده حته الايثار والقيم اللي هي ان انا افضل مصلحه الفقير والمسكين والارمله عن مصلحتي انا يعني كجمعيه، ان انا مش مشكله ان انا اسمي يذكر كجمعيه او كمؤسسه، المهم ان انا اوصل مساعدات للفقراء، مش بصفه كبيره يعني، مش بدرجه كبيره بتحصل الحكايه دي، لا يعني في معظم الاوقات لا، بيبقى يهمني انا اسمي كجمعيه، ويهمني ان انا اللي ابقى في المقام الاول. طيب في جمعيات كتير بتبقى كده. طيب فازاي بقى نوصل بسرعه للموضوع ده؟ يعني الموضوع محتاج تغيير جذري في القيم والمفاهيم والحاجات دي. فلذلك يا اخت هاله انا حطيت في احد الركائز اللي هي التنازل عن جزء من شخصيتك الاعتباريه. ده لن يحدث عند ناس يعني هم لا يتنازلوا عن شخصيتهم الاعتباريه وجزء من شخصيتهم الاعتباريه. يعني عشان نؤسس مثل هذا الامر في بريطانيا بعد احداث 11 سبتمبر، حبينا نعمل الحاجه اسمها المنتدى الانساني اللي هو يصل ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وفي نفس الوقت منتدى ثاني اسمه منتدى الخير الاسلامي. منتدى الخير الاسلامي كان للجمعيات الاسلاميه الخيريه داخل بريطانيا. المنتدى الانساني كان ما بين الجمعيات الدوليه اللي هي على مستوى العالم كله. كان دول فكرتين الحمد لله الاثنين اسسوا، بس خدوا كام سنه بقى يا هاله؟ يعني احنا ما زلنا الى الان داخل منتدى الخير الاسلامي نجحنا في شيء واحد. هو اسس من اكثر من 11 سنه. نجحنا في شيء واحد. ايه هو يا هالة؟ ايه هو يا لانا؟ ايه هو يا فاطمة؟ ايه هو يا معاذ؟ ان احنا جعلنا الناس دول يقعدوا مع بعض ويتحولوا من متنافسين الى شركاء.
لذلك انا ما قلت ان الشراكه ما بتاخدش يوم ويومين ابدا. الشراكه ده فلسفه انت بتبنيها في المجتمع. احنا اتكلمنا يعني كنا ذكرت في وسط الكلام اللي انا قلته ان من اكتر من 25 28 سنه احنا كنا بنتكلم على الموضوع ده يعني ككلمه. يا هلا احنا في بريطانيا اعوذ بالله مش هذه الكلمه ما كانش في عمل انساني في للمسلمين في بريطانيا قبل 84. دلوقتي في ما لا يقل عن 170 او 150 مؤسسه دوليه اسلاميه في داخل بريطانيا. المسيره بتبدا بواحد ثم تبقى زي كره التلج تكبر. بس لابد انت كفلاحه يا اخت هاله انك ترعي زرعتك، لن تنمو الزرعه ولن تثمر الزرعه الا بايه؟ الا بوجود الفلاح جنب زرعته. فلذلك من امن بالشراكه استمر فيها الى النهايه. تاخد وقت طويل، تاخد وقت طويل، تاخد وقت طويل، لكن علينا ان نبدا ان شاء الله بالقليل. زي ما انا قلت لاخونا بتاع المصرف اللي هو بيتكلم عن اللي هو انشاء المصرف، مش مهم ان عندي مثلا 5000 جمعيه في العراق اجيبهم مره واحده، لا ابدا بخمسه او 10. انت ابداي بمن يبدا بمن يؤمن بالشراكه معك. تمام، جزاك الله خير يا دكتور. ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا ستاره ودكتور هاني. في عنده اسئله اخرى. السؤال هو كيف نصنع الوعي وما هي متطلباته ومجالاته وآلياته؟ الوعي ثمرة تعليم، ثمرة بناء مجتمعي من المؤسسات، ثمرة تفعيل، ثمرة مشاركة لكل طوائف المجتمع. يعني أنا كجمعية من الجمعيات عايز أرفع الوعي في منطقة معينة، لازم الناس تستفيد من مشاريعي عشان يسمعوا لي. يعني أنا رحت في حي معين أو في منطقة معينة أو في قرية معينة، مش هنزل كده، لا، هم هيستفيدوا مني إيه؟ أنا جاي بكلمهم كلام جميل جدا جدا جدا، بس هم مش مستفيدين حاجة مني لسه. فلابد أن يقرن رفع الوعي برفع محاربة الجهالة والتجهيل وعدم الاصطدام، وعدم الاصطدام مع الآخرين، وفي نفس الوقت بفائده تعم على المجتمع اللي انا بعمل فيه عشان يبتدي يسمعوا للرساله اللي انا بقولها. يعني انا مثلا عايز اودي اعمل مشروع لتوصيل المياه في مكان ما في اي بلد من البلاد، فاما بوصله الناس بتستفيد، فبيحسوا ان انا جاي بفيدهم فبيسمعوا لي بعد كده. الوعي بيجي نتيجه عمل انا عملته فاستفاد منه المجتمع. طيب شكرا دكتور هاني. في ايضا سؤال ثاني انه هو جوهر نجاح الشراكه هو الامانه، فكيف ستكون الشراكه ناجحه والامانه عزيزه اليوم؟ لذلك انا بقول ما ابداش بالشراكه مع الناس انا لا اثق فيهم. حطيت الثقه والاحترام واللي هو التراست، تراست ريسبكت امباورمنت، اللي هو التشارك في المجتمع، واللي هو والتمكين. فأول قاعدة من قواعد الشراكة الثقة. إذا كنا مش واثقين في بعض مش هنقدر نعمل شراكة مع بعض. فما تروحيش تعملي شراكة مع ناس غير أمناء. يعني أنا هجوز بنتي مع إنسان فاسد؟ لا، مش هجوزها، أو وهكذا الأمر. لأن الشراكة في الأسرة هي جزء من الشراكة المجتمعية التي بتبني المجتمع من تحت لفوق. فبالتالي أنا ببحث عن الشريك وأشوف هل أنا أثق فيه ولا لا، أو أثق فيها ولا لا، وعلى هذا الأساس ببني الشراكة. يكون أول محور من محاور بناء منظومة الشراكة هو الثقة في الشركاء. طيب في سؤال آخر يقول نحن مؤسسة حديثة، ما هي نصيحتك؟ المؤسسة الحديثة لابد أن تؤطر لنفسها على مستوى اللي هي إمكانياتها. يعني لما يكون لها هيكلية تبدأ في داخل الهيكلية تضع اللي هو الفصل الايه الإدارات عن بعضها البعض، وإعطاء صلاحيات للموظفين الصغار والكبار علشان لا تختلط الأمور ببعضها البعض. ونصيحتي لهذه المؤسسة الصغيرة أن تبدأ في مشروع الوقف. أنا ما اتكلمتش عن مشروع الوقف، ومشروع الوقف بيكون ايه من أول يوم في تأسيس المؤسسة يكون لك في كل دينار أو كل جنيه أو كل دولار أو كل ريال
واحد او اثنين او ثلاثة في المية تقولي المتبرع انا هاخد الاثنين في المية او ثلاثة في المية من كل تبرع عشان ابني به وقف يصبح بالنسبة لي عنصر من عناصر الاستدامة المجتمعية لمؤسستي. فده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة ان انا اتعلم من الاخرين، يعني احضر لقاءات، احضر نقاشات، احاول ان انا اعرف الناس بي انا عملت ايه، احاول ان انا ما اخشش في مشاريع كبيره انا مش قدها. يعني لما يكون في كارثه او جائحه كبيره جدا جدا، ما مش لان انا عندي شاب ذهب لمثل هذا المكان وبدا يعمل اقول انا الاول وانا لك، لا بالعكس انا بقول والله انا ممكن اساعد بقدراتي وامكانياتي. وكمؤسسه صغيره زي ما انا قلت قبل كده، هو في مناطق للاخت اللي بتسال نقول لها ايه فيها في المناطق دي، لو كانت هي مناطق صراعات مسلحه انا ممكن ما اعملش فيها، لكن ممكن اديها لمؤسسه كبيره تعمل فيها عشان اتعلم منها واشرط عليها ان انا تاخدني معاها وتاخد معايا بعض العاملين عندي فيها عشان اتعلموا هم ازاي بينفذوا المشاريع بتاعتك. في اشياء كتير جدا، بس التأني والتدرج في العمل فيها. طيب سؤال أخير يا حبذا، لو يساعدنا الدكتور بدوره حول آلية تقديم طلبات الشراكة مع المؤسسات الدولية المانحة. يعني أنا أحسن هو طبعا تعتمد ما هو اسم المؤسسات المانحة، هل هي مؤسسات عراقية مثلا وطنية، هل هي مؤسسات دولية زي أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن وكير انترناشنال، أو هي مؤسسات أممية، أو هي مؤسسات حكومية. كل مؤسسة من هذه المؤسسات لها مسار معين، لها مسار معين، هذا المسار بيحدد أطر الدعم ليكي. بتقول لك المؤسسة دي هناك مشروع واضح، المشروع ده أنا عايز فيه ألف وب وج ودال وحا، دي معايير معينة، هل أنا أستطيع كمؤسسة أن أحقق مثل هذه المعايير ولا لا؟ ممكن يكون أنا ما عنديش قسم لكتابة المشاريع، ممكن استعين بكونسلتنت باستشاري عشان يكتب لي المشروع واقدم بيه على المؤسسات دي كلها. فكل مؤسسه، الاخت ولا الاخ اللي سائل، كل مؤسسه من المؤسسات هي لها معايير محدده وواضحه كي تستطيع ان تحصل منها على الدعم. واهم معيار في هذه المعايير، اهم هذه المعايير، هو تاريخك انت كمؤسسه، هو فعاليتك كمؤسسه، ومن هم أعضاء مجلس الإدارة، وما هي المشاريع اللي أنت قمت بيها، ومصداقيتك في المجتمعات. هم بيسألوا عنك حتى ولو كان المشروع اللي أنت كباه واللي أنت كبه هو أحسن المشاريع كتابة، لكن على أرض الواقع أنت ليس لك وجود. أستاذ حمدي، تفضل حضرتك رأيتك. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك يا دكتور هاني. وفيكم إن شاء الله. ما هو البديل عندما يكون في بعض البلاد آلاف الأوقاف والمؤسسات قد صُرِرت وألغيت، وكيف نقدم الخدمات للناس المظلومة؟ ملايين من الناس لا تجد قوت يومها أو علاجها كانت تخدم. وسامحني السؤال شديد علي وعليك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويعينك في تقديم البديل. نعم، هو طبعا انا فاهم السؤال بتاع حضرتك، جزاكم الله خير، وفاهم انت يعني الخلفيه بتاعته. ربنا يكرمك ويجزيك الخير. في بدائل كثيره جدا للاسف. يعني طبعا هو الركيزه الاساسيه في العمل الانساني هو الاوقاف، ما فيش اي نزاع في ده. من أسوأ الأشياء اللي عملتها كثير من الحكومات إنها جعلت الأوقاف حكومية وأممت مثل هذه الأوقاف، فأصبح المتبرع الكبير رجل الأعمال أو مرة أعمال أو يخشون أن ينشئون أوقاف في مثل هذه البلاد لكي لا تصادر كما صدرت أوقاف أخرى. ده القاعدة الأولى. بعد كده هو إحنا نحاول نشجع على تسجيل العديد من المبادرات الشبابية، وأننا ندرب الشباب اللي عندنا عشان يعملوا مبادرات ويعملوا جمعيات وانطلقوا بيها. قد يقول بعض الناس يا أخواننا طب ليه آلاف الجمعيات؟ أنا عندي مثلا، أنا عايز جمعية في دولنا كل جمعية تاخدناها مش مثلا مش 10,000 و20,000، كل جمعية تاخدناها 300
أو 200 أو 500 أو 1000 بكتير قوي. إحنا عدد الجمعيات اللي مسجلة في بلادنا العربية يا أستاذ حمدي أقل بكثير جدا من حاجة المجتمع. أنا أقول لك ليه، في بعض التعنت في إعطاء المساحة، المساحة مساحة حريات لمؤسسات المجتمع المدني، لأن مؤسسات المجتمع المدني تحل مشاكل من جهة، ومن جهة أخرى تفرز قيادات شبابية مجتمعية تستطيع أن تقود المجتمعات. فكثير جدا من الأنظمة اللي هي غير كريمة وتعتبر فاسدة أو دكتاتورية لا تريد لهذا الأمر أن ينمو، فلا تريد أن تعطي مساحة الحريات، ولا تريد أن تجعل قيادات أخرى تأتي من الشباب اللي هم أبناء المجتمع نفسه. فالبديل اللي بنتكلم عنه أنه مساعدة الشباب على عمل مبادرات، ثم تسجيل جمعيات في كل مكان وفي كل قرية وفي كل حارة وفي كل، لأن كل جمعية من هذه الجمعيات يا أستاذ حمدي قد يكون دخلها 5000 أو 10000 أو 100000 جنيه، هتسد ثغرة. فإحنا عايزين نسد الثغرات لأن اتسع الخرق على الراقع، وأصبحت الخروقات كثيرة كثيرة، حتى أن اللباس الذي نلبسه الوقت أصبح أكثره رقع وخروقات. فلذلك إحنا نستعيد أننا كجمعيات نؤهل الشباب، نؤهل الشباب وننسق فيما بيننا. يعني مثلا أنا على مستوى قرية من قرى مصر أو سوريا أو الأخرى، وفي القرية دي فيها 100,000، في عندنا مشروع للأيتام، عيب علي أن أنا أنزل القرية ولا فيها جمعيات شغالة مع اليتيم، أنا ما ننسقش معاها. إما أن أنسق معاها فأقلل من التكاليف وأهدار الأموال وأزود من قياس الأثر، وإما أن أشتغل في قرية أخرى. هنا نرجع مرة أخرى يا أخ حمدي، ففي وسائل كتيرة جدا ممكن يعني نشجع رجال الأعمال أنهم يقوموا بدورهم المجتمعي، اللي هو بنسميها المسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال، ونقول لهم أن إحنا نعتبر شركاء ليكم، وما نخوفهمش مننا بالخطاب. الخطاب بتاعنا ساعات يا أستاذ حمدي بيخوف الناس، اللي هو ثقافة المجتمعات اللي عايشين فيها دلوقتي أن الإسلام هو الإرهاب. فقد يكون وضع، والعياذ بالله أنا مش عايز أقول الكلمة دي عشان ما ربنا ما يحاسبنيش عليها، والعياذ بالله لما يكون الواحد بيضع حديث أو آية في بعض المتبرعين بيخاف ويكش ويقول لك لا يا عم دي مؤسسة مش عارف إيه هتبقى إيه بعد كده. فالخطاب المجتمعي في ظل الفساد المجتمعي والفساد والمناخ الفاسد في المجتمعات، فلا بد أن يكون العامل داخل مثل هذه المجتمعات والمؤسسات عنده حصافة وحكمة في كيف يصل بخطابه المجتمعي للمجتمع الذي لا يضر المجتمع ولا يضر مجتمعته وجمعياته ولا يضر الجمعيات الأخرى. ففي وسائل كتير جدا جدا ممكن نمشي بيها، وأنا أقول أهم واحدة فيهم أنهم الشباب أشجعهم أنهم يعملوا مبادرات. أنا مثلا كنت في مرة من المرات في 2012، شباب بيحب الخير، أو في حاجة اسمها تشبيك في غزة وكذا إلى آخر، دول بدأوا إمتى؟ شباب بيحب، كانوا مجموعة من كلية الهندسة في جامعة اسكندرية، وأنا كنت بروح أدي لهم محاضرات هناك. دلوقتي عاملين مشاريع كبيرة بسم الله ما شاء الله، مؤسسة رسالة عندنا في مصر اللي هي بسم الله ما شاء الله أصبحت دلوقتي مؤسسة مليارية، بدأت بطلاب الجامعة مع الدكتور الشريف عبد العزيز إلى آخره. فده مثل آخر بيقول لك إن إحنا عندنا كنوز اسمها شباب. لابد إحنا في جمعياتنا نقول لهم يا شباب انطلقوا. جزاكم الله خير، وانا طبعا فاهم سؤالك، وربنا يعيننا على الاجابه على هذا السؤال واسترجاع الاوقاف اللي مش عارف ايه وايه وايه عشان ما نزعلش حد دلوقتي الى اخره، لان احنا قلنا مش بنتكلم في السياسه، ومع ذلك بيقولوا علينا اننا سياسيين. شكرا جزيلا دكتور هاني، كانت محاضره رائعه ومشاركات المشتركين جميعا كانت رائعه، فشكرا جزيلا للجميع. للي يسأل على شهادة، في شهادات مشاركة اختيارية للي يرغب أنه يحصل على شهادة. مبلغ الشهادة رح يكون يعطى 50% أجور للشهادة و 50% يذهب تبرعات لكورونا، يعني إحنا خالين المبلغ يكون نصفه للشهادة ونصفه كتبرعات للكورونا كمساعدات. هاي التبرعات هي تعتمد على قيمة المبلغ اللي نجمعه،
فهي تبرعات ممكن تكون أكسجين أو كمامات أو قفازات أو مساعدات للمصابين اللي هم داخل العراق طبعاً. فتصل تفاصيل التحويلات على المجموعة إن شاء الله. مجدداً شكراً جزيلاً دكتور هاني والأستاذ الحضور، كانت محاضرة رائعة ونلتقي على خير في المرات القادمة إن شاء الله.